نذهب الآن إلى الوثيقة رقم 28 من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة، حيث يتحدث كمال هذا عن أن التراث الشيعي إسرائيلي مجوسي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. موروثنا الشيعي يهودي مجوسي نصراني، لا ندري ما هي أصوله. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. الذي يتكلم بهذه القوة ويقول أنا أدعي وعلى الفضائيات، هذا يعني أنه يمتلك الأدلة القوية الواضحة، وقد حقق في الموضوع إلى أبعد الجهات. هذا هو المفترض، لكن الذي سيتضح لنا من خلال حديث الحيدري نفسه مع تلامذته من أن القضية هي غازات كانت تدور في بطنه فلم يخرجها من أسفله، أخرجها من فمه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. ما ادري انت مو والله لا افكر باي شجره والله، من يوم اللي طلعت على الكوزه وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجمله قولها ابوي، انا قلتها يعني قبل ماكو اي والله لا كاتب على دفتر وحال من 12 هماتينا نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطير قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي، قال لي تدري هالنوم اللي قلت ايش؟ وجه لوجه اي نزلت من الدراج. لا مو هو بلي بلي بالاستوديو مالت الشيخ حسن قطير، هذا بلي فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا، هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات الطلعات من وعيونك فنزلت بالدرج بعد ما خلاني اطب الغرفه، قال لي تدري هاليوم شنو؟ قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت انت؟ قلت له والله ما ادري. في وقتها اجت الجو ذهني انا قلت يعني هذه الظاهره مو اوحى ما ادري اعوذ بالله ما ادري انا انت روح حللها عند علماء النفس يقولون بابا هذا مريض ما ادري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل علمي انا بدي اقول ما هذا عقل ما عندي لا ما التفت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو في شيء اخر عين ولا احد ما ابد مو او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي سيدنا بيني وبيكون هذا اللي صار لك فد يوم ما اعترف على الله فد واحد وايد قال لي فد يوم ما شكيت الامر قلت له ليش سويت شيء؟ اخر انت وين شنو الان وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له شيء ما خطر على ذهني الهي ليش ايش تسوي؟ قلت له ما صح يا اخي في لا والله ما ادخل في عالم الالفاظ حتى انه اقول كذا اقول مو هذا اللي اقول لك مو
ولا معتقدا بالجبر. تشوفون وانا اتكلم ما معتقد بنظريه الجبر، ولكن هاي نظريه الله في وجود الشخصيه اللي هو المتكلم فعل هو وراي ايش بيصير بهذا التطلع على الجزر. لا الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق اقولها يعني هذا الكل عظيم. هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكينا انا ما معد له هذا ما نتدارسه ويعني نقول انه من سوء الادب ان كنا نقول فيما بيننا بعض ان احيانا الجنرال السيد بعض النظريات تطبع احسن يسويها ويطرحها ابدا واي احمد مو شوي واي من لا كاتبه لا اصلا بعض الاحيان اروح الكوثر اقول لهم مثلا بعض الاحيان من كان اطلع اقول له هذا البحث اللي انه قلت له انت ترى هذا ما تقدر تحضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد اني اقوله اقول انت طبعا انت فرويد يقول بابا هذا لا تقول ما اقول انا ما التفت اما تعطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله اذن مقدمات توفيق الهي لابد انت تقولها تعطيها الفد واحد بيني وبين الله قراءات وقراءه ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعه لو لا سمح الله مع حاله خلوه الذهن هل يمكن هذا اقول يجب تروح انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حكيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حكيت ايش تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو الظاهر ما كلك طاسة عاش كبيرة ومثقل هواية وغازات هذه وإلا شنو هالخرابيط هذه شنو هالحشي هذا تخرج تحارب حديث العترة الطاهرة من دون تحقيق من دون علم من دون فهم من أقول لكم ذولا يضرطون ما تقبلون علي الآن شو تقولون هذا الذي يقوله ضراط في ضراط أو لا شو تقولون أنتم هذا مرجع سويتش سويتش بالتعبير العراقي مسودن هذا هؤلاء مراجعكم هؤلاء هم مراجعكم لن أعلق أكثر من ذلك وإنما سأعرض لكم جانباً من معتقداته وأفكاره من دون تعليق إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى برنامج بصراحة رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 8 من الحلقة 2 أعزائي إلى هنا ألخص حتى إن شاء الله في غد ندخل البحث الجديد التفتوا لي جيدا إلى هنا اتضح لنا في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الأول ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الثاني إذن ننتهي إلى هذا هل أن الإمام بالمعنى الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب كلا وألف كلا لم يثبت لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة أبدا أبدا كضرورة الصلاة أبدا لم تثبت ومن هنا فإنكارها يخرج من الدين أو لا يخرج ها؟ لا يخرج من الدين لا ظاهرا ولا ماذا ولا واقعا وبالمناسبة هذا قول الخوئي
وقول محمد باقر الصادر وقول السيستاني وقول الجميع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري. الإمامة ليست ضرورة. رسول الله يقول لعلي: يا علي أنت أصل الدين. والقرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا وأمثاله من مراجعكم يقولون من أن الإمامة ليست ضرورة، بل إن الصلاة ضرورة من ضرورات الدين، أما الإمامة فما هي بضرورة من ضرورات الدين؟ ومن هنا فهي ليست أصلا من أصول الدين. هذا هو الذي يعتقد به مراجع النجف وكربلاء. الجميع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، هذا كلام الجميع. حينما أقول لكم فروا من هؤلاء، نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، لأنني عارف بعقائدهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 9 من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها، اللي عبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص، الإمامة بالمعنى الأخاص، الإمامة بالمصطلح الشيعي، عبروا عنها ما تشاءون، هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة ماذا؟ ها؟ ولا ضرورة ها؟ لا مذهبية، بعدنا ما بحثنا هاي في المرحلة الثانية. لا أصل من أصول الدين ولا ضرورة من الضرورات الدينية، لا حدوثا ولا بقاء. لا أعلق على هذا الهراء. تلاحظون أن الكلام نفسه مر علينا عند إسحاق الفياض، ومر علينا عند محمد باقر الصدر، ومر علينا عند السيستاني، ومر علينا عند الخوئي وعند البقية. الكلام هو هو، والضلال هو هو. حينما أقول المرجئ يعني المعمم، البتري يعني المعمم، هو هذا الذي أقصده. وثيقة رقم 11 من الحلقة رقم 2 من برنامج بصراحة. أنا أقول الظاهرة الإسلامية الذين حاربوا مع علي في الجبل وصفين، هذول ليش سكتوا؟ عمي روح اقرأ كتبهم، 700 صحابي استشهدت. مو مهم، المهم اذا الحاله، اذا انا ما اتكلم الاسباب، انا اتكلم النتيجه. لا 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 اقول ليش رسول الله ما سوى الامامه مثل الصلاه؟ ليش ما سووها على شكل من اليوم الاول؟ هذا احسنتم، هذا اللي ما تدري هو اللي يقول ما سواها، بدليل انه سكت المسلم. هذا دليل اني ما لي سكوت المسلمين وسكوت اهل بدر او سكوت الغدير كلهم سكتوا، وما استجاب 10 علي اللي يقول اذا عندي 40 انا اقوم بهم. لا اقول هذا تحليل لقياس مع الفارق يا شيخ، انا انت هيك تقيس حياتك. شوف انت ايش شفت، شفت لا ظاهره او طلعيه، شوف مجموعه مثلا ما مؤسسات، اقول هم قيس مثلا. اقول عمي ارجع اقرا التاريخ، اقرا التاريخ انه بيني وبين اقول 120 الف صحابي سمعوا. لا الى ان تقول مؤسسات عادي قد تقيس هذا بعش تقيس الحظ غائبه على الحظ. لا اقول لك قول لي نماذج تاريخيه، لا تقول لي امور المؤسسات الان وقالوا شو اسمها. هذا القانون اللي احنا اول سويناه جسم على قانون قياس الحاضر على الغائب او الغائب على الحاضر. صدقوني اكو دودة عندهم كلهم، ذولا اصحاب العمائم، العمائم السوداء، العمائم البيضاء،
الذين يقال لهم مراجع، يقال لهم آيات الله، عندهم دودة، أكو دودة تنبش، دودة تنبش من نوصل بالحديث إلى بيعة الغدير، يبحثون عن كل وسيلة لأجل تقطيعها، لأجل تشويهها، لأجل تحريفها، بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة. هذا في سنة 410. الآن الجميع ونبذوا العهد المأخوذ منهم، إنه عهد بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتقل بكم إلى الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. بالنسبة إليهم بلا إشكال مقدمة، لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من بعد في راحة من بعد قاعد في البيت مولانا أكل زين أكل هسه كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين. أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزل بس الآن حال خايف على صحتي ما أعرف شان يخاف على صحته ما يأكل ما يخاف على شيء ما يأكل إذا خاف صينة. ثم أنا قلت يا بابا مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة إذا أنتم خبصتونا شوف هو حميد ومرة إذا ثبت لي كل حياتي غيره إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة مولا؟ لأنه يا ابن الأنزعي بطين ولا شعد بطة ولا أمير من يقول ميتة؟ من يقول أطوله ميتة؟ كل هذا ميتة لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ونقل يأكل من بيت الشعر تعتبر الكمال في عدم الأكل فتريد تنسب الكمال شيء هو التكليف الشخصي الرواية معارضة لمن الصادق من الله؟ تتوقع من هؤلاء السفلة يذكرون أمير المؤمنين في صلاتهم السرابي الذولة شيء طبيعي يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة إذا ما ذكر فيها أمير المؤمنين ذكر أمير المؤمنين يبطل الصلاة هذا هو الشيء الطبيعي إذا كان كمال الحيدري يتحدث بهذه الوقاحة فصدقوني البقية أوقح منه في مجالسهم الخاصة كمال الحيدري لأنه سمع وقاحة الآخرين وهم أوقح منه أتحدث عن كبار المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة هذا هو الذي أنتم لا تعلمون به يا أيها الشيعة الذي يجري في الكواليس وهذا الكلام لم يكن علنيا وإنما سربه بعض تلامذته هذا كلام في مجالسهم الخاصة هذا لم يكن بشكل علني في وسائل الإعلام وإنما سربه بعض تلامذته رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من ضلال هؤلاء بالنسبة إليهم بلا إشكال مقدمة لا شك فيها ولهذا أمير المؤمنين من بعد في راحة راح أكلت من بعد قاعد في البيت مولانا أكل زين أكل هسه كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزل بس الآن حال خايف على صحتي ما أعرف شان يخاف على صحته ما يأكل ما يخاف صينة ثم أنا قلت يا بابا مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة مدوي إذا أنتم خبصتونا شوف هو حميد ومرة إذا ثبت لي كل حياتي غيره إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة مولا؟ لأنه يا ابن الأنزعي بطين ولا شعد بطة ولا أميره من يقول ميتة؟ من يقول أطوله ميتة؟ كل هذا ميتة لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ونقل يأكل من بيت الشعر تعتبر الكمال في عدم الأكل فتريد تنسب الكمال شيء
قلت ليها سرسرية ذولا. نذهب إلى الوثيقة رقم 34 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة. نعم بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا أخبر لا لا خلت يمشي مثل سيد القوات وإن سيد القوات إذن كل منكر وكل منكر أسهل بكمان سيد القوات بل هو المشهور المعروف وهو كذلك صادق لأنه ما ذهب عند سيد القوات وهو صادق صادق لأنه إذا يتكلم ضمن منهج سيد القوات ما هو دليل على لا على إسقاط الجنين أقوى لك هذا لأنه هاي الرواية التي يستدل بها ولأنا مستند إليها لإثبات أنه أساساً استشهدت وأن أسقطت الجنين رواية عن ابن سنان ومشكوك أنه هذا ابن سنان عبد الله ابن سنان ومن محمد لو محمد وحيث أن محمد ابن سنان شنو ضعيف جدا ضعيف وضاع أحسنتم إلى آخره فإذا شي يصير الرواية لا الرواية صح أحسنت تسقط الرواية وسيد محمد سيد فضل مستند على هذا من قال بأنه ماكو عندنا دليل قال بأنه بابا هذه سيد الخوي يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله يؤمنه محمد لأنه محمد لأن هاي موجودة في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل الإمامة موجودة موجودة في البحار في جلد 41 موجودة في رواية كاملة وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت انه بابا هذا عبد الله هذا مو شنو مو محمد بن سنان اصلا احنا اكثر قلنا لا اصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل كمان حيدري انت اثول والخوي اثول النسخ المخطوطه الموجوده في المكتبه الرضويه وحتى في مكتبه السيد المرعشي في قم لكتاب دلائل الامامه السند الكامل فيه عبد الله بن سنان بس أنت أثول والخوئي أستاذك أثول وهذا الأمر قد عرضته وأثبته بالأدلة لا أريد أن أناقش هذه القضية نذهب إلى وثيقة 35 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمث والحيض قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ أحسنت هذه من هنا لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير لابد يحلوها المشكلة شلون حلوها؟ أنها بتول أحسنت جزاكم شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا لا تحيض لماذا مع أن الروايات لم يكون في علمكم يكون في علم لا تصورون أنها مختصة بالزهراء بنات الأنبياء لا يحضن تتصورون فقط واردة في الزهراء وما شاء الله روايات ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن على الأحوال خلونا من هذا والله أبحاثك يا كمال ليست مترابطة وإنما متضارطة من ضراط إلى ضراط أبحاثك متضارطة يا كمال لا أريد أن أعلق على سخف هذا الحديث وعلى ضحالة هذه العقول وعلى بترية هذه العقائد وعلى حالة التقصير في واقع حوزة النجف وكربلاء وهذا العداء الشاخص الواضح لحديث العترة وثقافة العترة ولمحمد وآل محمد مثل ما قلت لكم ذولا مجموعة سرسرية هتلية وثيقة 36 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة بل ايه؟ بعد لا تنفع لكن بالدين يقولون ولا يسألوك لا عن السياسة ولا منو فكمت ولا أبدا عباسك يسألون منو إمامك منو نبيك منو الله منو محمد خلص في مالك على الله أبدا ولا يسألون لا عن الزهرة ولا عن كثر الضلع ولا أبدا هاي كل روايات وأقرأوها ولا أنا إلى لقيت بس هو اللي كان حدث ولا عن الزهرة ولا يخبر
ما بيهذب روايات من إمامه، من إمامه، مو من مو من من المحصول ما شرح معلوم له. كل هذا أقرأ له كل تلقين القراء ما في ما في أبد هذا. لن أعلق على هذا الهراء وهذا الضلال، أريد فقط أن أبين لكم كيف يتعامل هؤلاء مع حديث أهل البيت ومع عقائد أهل البيت. وهذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، كمال الحيدري تحدث بهذا وسجل له الكلام. البقية من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة من مراجع حوزة النجف وكربلاء يضرطون نفس هذا الضراط، هذا الضلال موجود بينهم. وثيقة رقم 26 من الحلقة الرابعة من برنامج بصراحة. أقول لعله هذا لعله منطقه وين؟ بس نظن له زي مرة أنت تفترض إنه بابا يقينان على المباني ويعرف كل شيء ولكن جاي واحد لعل تبعيد لعل مسوي اللي الآن منطق الخلفاء هشكل لأنه هو فارض بالرتبة السابقة الخلفاء حق وظائف. فإذا شنو اللي يسوي حتى لو ينصر رسول الله يقول المصلحة في أنه ينصر رسول الله كما أنا وأنت بيني وبين الله. شنو الطيحان حظ نقرأ في تاريخ الأئمة شنسوي للعلماء؟ نوجه يقول هذا منطق الأدلج هذا موجود أينما تكون. تقبلون هذا الحديث عن أئمتكم؟ وثيقة 12 من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة، إنه يطالبكم أن تحاسبوا إمام زمانكم وهو يحاسب إمام زمانه هذا الأثول الصقيع. ليش تخافوا؟ من حقكم شنو؟ أن تحاسبوا الإمام المعصوم، ولا أقل ماذا؟ أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا؟ لماذا سكت هنا؟ ولماذا صالحت هنا؟ ولماذا دخلت إلى بيتك هنا؟ ولماذا كنت كالأموات هنا؟ لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت؟ ولماذا أنت طايع حظك هتلي؟ ولماذا أنت هكذا وقح وسافل وسرسري هكذا تخاطب إمام زمانك؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ ما هذه الأسئلة أيضا بحاجة إلى جواب. يا كمال يا كمال، وأي كمال؟ يا ناقص يا نقص ويا ناقص. رجاء أعيد ضلاله وهراءه هذا. ليش تخافون؟ من حقكم شنو؟ أن تحاسبوا الإمام المعصوم، ولا أقل ماذا؟ أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا؟ لماذا سكت هنا؟ ولماذا صالحت هنا؟ ولماذا دخلت إلى بيتك هنا؟ ولماذا كنت كالأموات هنا؟ لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت؟ ولماذا أنت حمار يا حمار؟ لماذا أنت حمار؟ لماذا تتكلم بهذه الطريقة يا أيها البغل؟ هذه أسئلة بحاجة إلى إجابة أيضا يا سربوت، يا أيها المرجع، يا أيها العرفاني الأصولي. من طيح الله حظك وحظ الحوزة اللي خرجتك. هذه الإساءة للإمام المعصوم قادته للإساءة إلى الله، وهو يسخر بالله ويتحدث ويسمي الله حج الله. وثيقة رقم 24
من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. احنا قام نروح هناك ذاك العالم يقوم باوع هذول ما فيش عليهم ويحضر عزتها عايز هنا الزهد وطيحان حظه وما ادري كذا. فاذا لاحظت باخذت لاحظت بكذا واخذت زيد عليهم وما ربحنا ما حياته خلينا نعيش بينه وبين الله شنو ان شاء الله. ولهذا قلت اخاف يصير غير شيء والا احنا على المباني وانا دا امشي الله يعلم دا امشي. ولكن ما اخاف اروح هناك يقول لي اذا مش تبي يعني تسوي شنو احنا دزينا عليك تسوي وشكرا لله فيك تحجي ويا الله واستقدر واحد يحجي ويا حجي الله فيك واقعا ما انا ما اختلفت اقول انا بدي اعمل بتكليفي يا اعزائي اقول شنو انا جاهز بدي اعمل بتكليفي والله فوق تكليفي ولكن اقول اذا هو هناك قالوا لي ويحسبون انهم يحزنون صنعاء عدل الشطي عن حظ حال. رجاء اعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الهراء وهذا الضلال. بفرمايد احنا قام نروح هناك ذاك العالم يقوم باوع هذول ما فيش عليهم ويحضر عزتها عايز هنا الزهد وطيحان حظه وما ادري كذا. فاذا لاحظت باخذت لاحظت بكذا واخذت زيد عليهم وما ربحنا ما حياته خلينا نعيش بينه وبين الله شنو ان شاء الله. ولهذا قلت اخاف يصير غير شيء والا احنا على المباني وانا دا امشي الله يعلم دا امشي. ولكن ما اخاف اروح هناك يقول لي اذا مش تبي يعني تسوي شنو احنا دزينا عليك تسوي وشكرا لله فيك تحجي ويا الله واستقدر واحد يحجي ويا حجي الله فيك واقعا عجي واحد من الالف ها ما انا ما اختلفت اقول انا بدي اعمل بتكليفي يا اعزائي اقول شنو انا جاهز بدي اعمل بتكليفي والله فوق تكليفي ولكن اقول اذا هو هناك قالوا لي ويحسبون انهم يحزنون صنعاء عدل الشطي عن حظ حال. رجاء اعرضوا لنا فيديو جعفر الإبراهيمي وهو يسخر من الله لأنه تلميذهم من نفس المكان هم يسمعون الذي يجري في الكواليس فينفلت على ألسنتهم ما ينفلت في بعض الأحيان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو وكيف أنه يسخر من الله مثلما يسخر هذا المرجع ولكنه يرقع سخريته بسخرية أخرى بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حقه فودوه الملائكة ودوه عيسى ابن مريم قال لهم ما شايفه والنصارى ودول موسى قال لهم هم ما شايفه واليهود ودول النبي قال لهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب وين ودوا ودوا لله تبارك وتعالى قال لك ودوا الله الله مباوع لك إلا تبين خالقك. صلوا على محمد. هذه مجالسكم ذول القاعدين هاي المطايا القاعدة تضحك قبل النكتة يسوون صلوات وبعد النكتة يسوون صلوات وهذا دينكم متاحكم متاحظكم لكم انتم شنو هتلية سرسرية من يا صنف مراجعكم هتلية خطباءكم هتلية انتم هتلية انتم من يا أمة. أطحين الحظ على هالدقة. وثيقة رقم 4 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. ماذا يضرط المرجع في هذه الوثيقة؟ يقول
من أن الاعتقاد بحياة الإمام الحجة لا فائدة فيه، بعبارة أخرى من أن الاعتقاد بوجوده لا فائدة فيه. هو الذي يقول كمال الحيدري: رجاء أن أعرضوا لنا الوثيقة. بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو؟ بإمامته. والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر سنة. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو؟ بعصمته. ما الفرق بين الاعتقاد به أو بالاثنى عشر بهذا الموضوع؟ أنا في السؤال عندي أصلا أستاذ شو الموضوع غير مكان. في السؤال هو أساسا الاعتقاد الآن بحياته وعدم حياته شنو أساسا؟ جيبوا لي فالدليل يقول بأنه أساسا له أثر. لا لا أنا سؤال. لا 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 أثر شنو؟ أنا أعتقد بحياته أو لا أعتقد شنو؟ شنو أثره؟ إذا كان أماني أمام الآن ظاهر وحي ويترتب عليه يعني آخذ منه الدين أو لا آخذ يترتب الأثر. أما الآن أنا والسني، أنا والسني هو لا يعتقد بحياتي وأنا أعتقد شنو؟ بحياتي. ما الأثر المتوجه؟ أعطيني أثر واحد. نفس الكلام في وجوده تعالى أنا والكافر. يا أنا والكافر مثلا. لا هذا شريعة أكو، نبي أكو، دين أكو. الوجود لا 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 أثر أكو. أنا مقصودي أين أثره؟ أين أثره اللي الآن يرتبط يغير من حياة شيء؟ ذاك إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد بشنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويغلط هذاك صاحبنا يقول شو يسوي؟ يمكن وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو. هنا إذا أنا أقول يترتب علي أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بإلكتروني، ارتباط مالي معجم تكويني؟ أبدا. كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات. هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن كثيرا أكون مثل أنا لا أعتقد بأنه لا بد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه؟ هذه قضية مفهومية ما أدري واضحة ولا نقل الولاية من ياهو من الإمام الحادي عشر، من الإمام الحادي عشر. عندك روايات إمام الصادق وهكذا روايات روايات الأحاديث الصحيحة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب. أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي بابا إحنا ما نعتقد بوجود، أنتم تعتقدون، قولوا لنا أنتم شنو فرقكم؟ تأخذون دينكم من العلماء، خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علم علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون شنو وقد يخطئون. إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيض وآثار، هذين يم آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة. أحسن لا أفترض بالبشر، بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا أثر. مثل من قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفيض، صحيح هذا الأثر من يجي؟ واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد، أنت هاي حياتك التكوينية تعيشه. الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء. شيء إذن ما هو الثمرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته، هذه دكان ما الأشياء. ليش؟ أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدرون يعطون مشروعية لدور المرجع أو يتميزون أو يتميزون وهكذا. اشتأس عشمي وثيقة رقم 6 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. كمال الحيدري يوافق أحمد الكاتب في إنكار ولادة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. طبعا سيد ليش ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر الثاني عشر أحمد الكاتب لا هو يقول لا مو صدفة. هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا هم أدري أقوله صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب.
المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالات ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية. لن أعلق أكثر مما علقت، وضعت الحقائق بين أيديكم وبينت لكم الموقف الشيعية البترية المرجئية التقصيرية من حديث أهل البيت في أجواء المراجع البتريين، وأخذت كمال الحيدري مثالا، لكنني لأجل التذكرة أعيد بث الوثيقة 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة. ما أدري هذا مو والله لا أفكر بأي شجرة والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث للروائي يهودي نصراني كذا لا كنت مخطط له لا كنت كاتبه لا كنت قايله وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجملة قولها أنا قلتها يعني قبل ماكو أي والله لا كاتب عاد دفتر وحاس من 12 همات هنا نزل الجو هذا الشيخ عزيز القطيع قام يطلع على راسي والله قام يطلع على راسي وجه اللي وجه إيه نزل في الدراج لا مو هو بلي بلي بالاستوديو ما تشقت القطيع هذا بلي فهو مني أنزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعون عرفت شو وبعض الأحيان مخاورات اللي وصل عادي يقعدون فنزلت بالدراج بعد ما خلاني اطب الوصف قال لي انت تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت قلت له والله ما ادري في وقتها اجت لي الجو ذهني انا قلت يعني هذه الظاهره مو مؤوحه ما ادري اعوذ بالله يعني اذا اردنا نحلل ما ادري انا انت روح حللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما ادري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محف العلمي انا بدي اجاوب اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما استفز اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينهم اما انه احتمالا اكو في شيء اخر اي ولا عن ما ابد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي زيد بيني وبين هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الأمر قلت له ليش سويتي؟ أخو أنت وين تنوني الآن وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش تسوي؟ قلت له مصلحة يا أخي في أولى والله ما أدخل في حالة من ألفاظ حتى أنه أقول كذا أقول له وهذا لا بد ولا معتقدا بالجهر تشوفون وانا من اتكلم ما معتقد بنظريه الجهر ولكن هاي النظريه مال المحتملين للشخصيه اللي هو المتكلم فعلا خلص انتهى تحكم وهو وراي ايش كذا يصير بهاي كذا تطلع على الجزء ولا لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق دا اقولها يعني هسه الكل هاي مو هناك اقول هواي من الحج اللي احكينا انا ما معد له هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب كنا نقول فيما بيننا بعض ان احيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع احسن يسويها ويطرحها ابدا واي هم مو شوي واي مولان لا كاتبه لا اصلا بعض الاحيان اروح الكوثر اقول لهم مثلا بعض الاحيان من كان اطلع اقول له هذا البحث اللي قال له قلت له ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد اني اقوله فقلت ما وراء ياكم
أقول أنت طبعاً من كتير يقول بابا هذا لا شعور ما الذي يتحكم. أقول أنا ما ألتفت. أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقولها. تنطيها الفد واحد بيني وبين الله قراءات وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة. لو لا سمح الله مع حالة خلوة الزين هل يمكن تكون هذه أقول هذا أقول ليش تدور أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برز ما عندك شغل اليوم حجيت لك شاي أنت ويا نفسي هاي أقول أقول على شنو حجيت شو تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو. سؤال وملاحظة. السؤال أقول هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو جزاؤنا لمحمد صلى الله عليه وآله الذي كان يقول أنا أجيركم فاعطوني أجري أنا أجيركم. اللهم لعن من منع الأجير أجره هو الذي يقول صلى الله عليه وآله وبعد ذلك يقول وأنا أجيركم. هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله؟ والله ما عندي تعليق ما عندي كلام، لكن الأمة أمة غادرة، لكن الأمة أمة فاجرة، وهؤلاء هم الذين يكون لهم المكان وتفتح لهم الأبواب ويتبعهم الناس. وإمام زماننا متروك مهجور غدروا به ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا مصداق من مصادق حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال. أما الملاحظة لابد أن تعرفوا وأقولها بصدق من أن بترية كمال الحيدري أقل بكثير من بترية السيستاني وبقية مراجع النجف وكربلاء. هذا الكلام أقوله وأنا مطمئن. عقائد كمال الحيدري يعتقد بها مراجع النجف وكربلاء بشكل أسوأ، لكنهم يضحكون عليكم لا يصرحون لكم بها، لأن المصدر واحد والمنهج واحد، إنهم يشربون من نفس الآنية ويأكلون من نفس المخرأة الناصبية. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تتعظوا، أتمنى أن تنتفعوا، ولا أعتقد ذلك. في أمان الله.